السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام من تلفزيون جمهورية سومنلاند، أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار والرمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، وهذه أبرز ما فيها. رئيس المحكمة العليا يقوم بجولة تفقدية لمقار المحاكم في إلهار قيساء. وزير وزارة الرياضة والشباب يشارك بمناسبة لافتتاح كأس كرة القدم لرمضان. نائب وزير وزارة التربية والتعليم يشارك بمناسبة لتسليم عدات رياضية لطلاب مركز الأيتام بمدينة هرقيسة. كانت هذه مقدمة النشرة وإليكم التفاصيل. قام اليوم رئيس المحكمة العليا بجمهورية سومنلاند سعادة آدم حاجي علي ويرافقه عدد من المسؤولين قاموا بجولة تفقدية إلى عدد من المحاكم في عاصمة هرقيسة. قام اليوم رئيس المحكمة العليا بجمهورية سومنلاند سعادة آذن حاجي علي ويرافقه عدد من المسؤولين قاموا اليوم بجولة تفقدية إلى عدد من المحاكم في العاصمة هرقيسة للإطلاع على كيفية سير الأعمال فيها. خلال هذه الجولة قام بزيارة إلى مقر المدعي العام بجمهورية سومنلاند. اجتمع خلال هذه الزيارة بمسؤولي وموظفي مكتب المدعي العام واستمع منهم عن طريقة عمل مقر المدعي العام. وتحدث المدعي العام بجمهورية سومنلاند والذي أشار من خلال حديثه شرحا عن أهمية العدالة في مجتمع وكيفية تطبيق الشروع القانونية في نطاق عملهم. وتحدث رئيس المحكمة العليا بجمهورية سومنلاند سعادة آدم حاج علي بكلمة أشاد في مستهلها بالإنجازات والأعمال العظيمة التي تقوم بها الهيئات القضائية في سومنلاند وفي كيفية تطبيقها للعدالة وتطبيق الشروع القانونية، وحث مسؤولي الهيئات القضائية بالعمل معا من أجل تطبيق العدالة في سومنلاند. شارك وزير وزارة الشباب والرياضة بجمهورية سومنلاند معالي أحمد عبد الكاهم وبرفقته النائب الأمين العام لحزب الحاكم كولمية محمد كاهن أحمد، شاركوا في مناسبة لافتتاح كأس كرة القدم الرمضانية للفرق الرياضية بدور الدرجة الأولى بالعاصمة هرقيسة. شارك وزير وزارة الشباب والرياضة لجمهورية سومنلاند معالي أحمد عبدي كاهن ونائب الأول لحزب الحاكم كلمية سعادة محمد كاهن أحمد ومدير العام لوزارة الشباب والرياضة لجمهورية سومنلاند سعادة محمد حسين أحمد وشعب غفير وضيوف شرف آخرون. شاركوا في افتتاح كأس بكرة القدم للفرق الرياضية بدور الدرجة الأولى بالعاصمة هرقيسة، وذلك بملعب حواضلة التابع لمنطقة 26 جون. وتحدث في بداية هذه المناسبة وزير وزارة الشباب والرياضة لجمهورية سومنلاند معالي أحمد عبدي كاهن بكلمة قدم من خلالها شرحا مفصلا عن أهمية الرياضة للشباب وأنها تأخذ دورا كبيرا لاندماج الشباب بعضهم البعض ومحاربة الفساد والهجرة الغير الشرعية والتي أصبحت في الآونة الأخيرة منتشرة بين الشباب. كما قدم معاليه الشكر الخاص لجميع من ساهم لإقامة هذا الكأس بحلول شهر رمضان المبارك. وتحدث أيضا في هذه المناسبة النائب الأول لحزب الحاكم كلمية سعادة محمد كاهن أحمد بكلمة عبر عن فرحته بالمشاركة في هذه المناسبة الرياضية، كما أشار بأن من ضمن خطط حكومة أحمد محمد محمود آدم رئيس جمهورية سومنلاند تطوير وتحفيز الشباب بالوقت نفسه. وتحدث أيضا المدير العام لوزارة الشباب والرياضة لجمهورية سومنلاند بكلمة أشار من خلالها بأن وزارة الشباب والرياضة لجمهورية سومنلاند تعمل دائما لأجل تطوير الشباب ورفع مستواهم الرياضي، كما شكر سعادته جميع من ساهم لإقامة هذا الكأس. وفي الختام تم تسليم كأس ومستلزمات رياضية للشباب الذين عدوا هذا الكأس. شارك اليوم كل من نائب وزير وزارة التربية والتعليم العالي والمتحدث الرسمي لقصر الرئاسي بجمهورية سومنلاند ومسؤولين آخرين في لقاء موسع لتسليم أدوات رياضية وأجهزة الحاسوب للطلبة الأيتام في مركز الأيتام بمدينة هرقيسة.
شارك اليوم كلا من نائب وزير وزارة التربية والتعليم العالي والمتحدث الرسمي للقصر الرئاسي بجمهورية سوماليلاند ومسؤولين آخرين شاركوا بلقاء موزع لتسليم أدوات وأجهزة رياضية وحاسوبات للطلبة الأيتام في مركز الأيتام بمدينة هرقيسة. هذا وتحدث في هذه المناسبة المتحدث الرسمي للرئاسة السيد أحمد سليمان دحل، حيث امتدح من خلال حديثه اجتهاد الذي يبذله مقتربي سوماليلاند من أجل مساعدة مواطنيهم الضعفاء خاصة الأيتام. وأضاف السيد دحل أن الحكومة الحالية قامت خلال السنوات الخمسة الماضية بإنجازات كبيرة لتدوير مراكز الأيتام ومساعدة الفقراء وذوي الدخل المحدود. هذا وتحدث في المناسبة أيضا نائب وزير وزارة التربية والتعليم العالي سعادة عبد الرشيد إسماعيل كاهين، حث من خلال كلمته مواطني وحكومة سوماليلاند للتعاون معا من أجل مساعدة الأيتام خاصة في شهر رمضان المبارك. كما تحدث أيضا السيد عثمان من منظمة هاري أبود الخيرية، والذي ساهمت منظمته بتقديم المساعدات للأيتام، وأشار أن منظمته مهتمة لتقديم مساعدات للأيتام لسد بعض احتياجاتهم من النواحي الرياضية والتعليمية. قام نائب عمدة مدينة برع عاصمة إقليم توغدير بافتتاح بمبنى جديد مكون من مكاتب وصالات كبيرة خصصتها بلدية مدينة برع لمنظمة النساء وللنادي هالكران بمدينة برع، وتم تسليم هذه المكاتب رسميا إلى كل من مسؤولي نادي هالكران ومسؤولي منظمة النساء في مدينة برع. قام اليوم نائب عمدة مدينة برع عاصمة إقليم توغدير بافتتاح مبنى جديد مكون من مكاتب وأصالات كبيرة خصصتها بلدية مدينة برع للنساء والشباب. وقد قام عمدة مدينة برع بتسليم مفاتيح هذه المكاتب التي قامت بتشييده بلدية مدينة برع لمسؤولي نادي هالكران ومسؤولي منظمة النسائية في برع. هذا وأقيمت هذه المناسبة الاحتفالية لمناسبة افتتاح المبنى الجديد، تحدث من خلالها كل من مدير منظمة النسائية ومدير منظمة الشبابية في مدينة برع بكلمة، حيث وجهوا جزيل الشكر لعمدة مدينة برع ورئيس المجلس المحلي السيد محمد ميراد لتشييد هذا المبنى الجديد لكل من منظمة النسائية والمنظمة الشبابية نادي هالكران في مدينة برع. كما تحدث في المناسبة أيضا عمدة مدينة برع ورئيس المجلس المحلي السيد محمد مدار، كما وجهوا من خلال كلمتهم أن الفئات الشبابية والنسائية هم أكثر فئة صوتوا لهم خلال الانتخابات في المجالس البلدية في البلاد. هذا وتحدث في المناسبة أيضا مسؤولي في المجلس المحلي وسلاطين وعقلاء حثوا من خلال حديثهم لتشجيع الفئات الشبابية. قام اليوم مسؤولي منطقة عودن لي التابعة لإقليم توغدير بوضع حجر الأساس لأربع فصول دراسية لتوسيع مدرسة الابتدائية الإعدادية في منطقة عودن لي. قام اليوم مسؤولي من منطقة عودن لي التابعة لإقليم توغدير بوضع حجر الأساس لأربع فصول لتوسيع مدرسة ابتدائية إعدادية في المنطقة. وتفيد الأنباء الواردة من المنطقة أن جالية سوماليلاند في بريطانيا تقوم بدفع تكاليف المبنى الجديد للمدرسة الابتدائية الإعدادية. وأضاف المراسل التلفزيوني القومي السيد إبراهيم أن جالية سوماليلاند بعد أن اطلعوا على احتياجات الطلبة والطالبات لهذه الفصول قرروا تقديم مساعدات مالية لإضافة أربع فصول جديدة لهذه المدرسة ليستفيد منها الطلاب كما يجب. وتحدث في هذه المناسبة سلاطين وأعيان وعقال تعهدوا جميعا بالمساهمة في بناء هذه المدرسة في التابعة لمنطقة قورلوغود بإقليم توغدير. شارك اليوم منسق وزارة الشباب والرياضة لإقليم توغدير سعادة إسماعيل ويدار وعضو المجلس المحلي بيدية برع السيد مبارك بدي وشعب قفير وشباب وضيوف شرف آخرون بمناسبة لافتتاح كأس لكرة القدم بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بملعب ألمسي بمدينة برع. شارك اليوم منسق وزارة الشباب والرياضة لجمهورية سوماليلاند بإقليم توغدير سعادة إسماعيل ويدار وعضو المجلس المحلي بمدينة برع مبارك بدي وشعب غفير وشباب وضيوف شرف آخرون، شاركوا في مناسبة لافتتاح كأس لكرة القدم للفرق دور الدرجة الأولى بإقليم توغدير.
وقد تم إقامة وإعداد هذا الكأس من قبل المنظمة الشبابية سويل ووزارة الشباب والرياضة لجمهورية سوماليلاند، وذلك بملعب ألمسي استاديو بمدينة برغو. وتحدث في بداية هذه المناسبة عدد من المسؤولين، من بينهم منسق وزارة الشباب والرياضة، بكلمة قدموا من خلالها شرحا مفصلا عن أهمية هذا الكأس لأجل تحفيز الشباب ورفع مستواهم الرياضي بالوقت نفسه، كما أشاروا إلى الدور الممتاز التي تأخذها الرياضة لتحفيز الشباب، كما شكروا جميع من ساهم لإقامة هذا الكأس بحلول شهر رمضان المبارك. تسلمت اليوم اللجنة المشرفة على إنشاء طريق جبن وحيب مساعدات مالية من مندوب الجالية السومالندية والمقتربة بمدينة لندن، مساهمة منهم في بناء وتشييد هذا الطريق. تسلمت اليوم اللجنة المشرفة على بناء وإنشاء طريق جبن وحيب من مندوب جالية سوماليلاند والمغتربة في مدينة لندن البريطانية مساعدات مالية يقدر بقيمة 2000 دولار، مساهمة منهم في بناء وتشييد هذا الطريق الحيوي. وتحدث في بداية هذه المناسبة مندوب جالية سوماليلاند والمغتربة في مدينة لندن الشيخ يوسف عبد عمود بكلمة أشار من خلالها إلى أهمية هذا التبرع من أجل تطوير البنية التحتية في سوماليلاند، وأشاد بالأعمال جالية سوماليلاند والمغتربة في الخارج في المساهمة في بناء وتشييد الطرق في سوماليلاند، ودعا الله القدير بأن يجعلها في ميزان حسناتهم. وتحدث المهندس فارح حسين رئيس اللجنة المشرفة على بناء طريق جبن وحيب بكلمة شكر من خلالها جالية سوماليلاند على هذه المساهمات المالية ومساهمة منه في بناء هذا الطريق، وحث مواطني سوماليلاند في الداخل والخارج بالمساهمة في بناء وتطوير البنية التحتية لسوماليلاند، خاصة الطرقات بين المدن الرئيسية. وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها إلى حضراتكم من تلفزيون جمهورية سوماليلاند، وحتى لقاءنا التالي دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.